بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رجعتكم اليوم بفيديو جديد اللي راح نوريكم فيه إن شاء الله كيفية تركيب الخيط في مكينة الخياطة الإلكترونية، سواء الخيط العلوي أو الخيط المكوك اللي يكون أسفل. وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديوهات السابقة تبعي. إذا ما شاركش في القناة ما ينساش الضغط على زر سبسكرايب ولا اشتراك ولا أبوني، ويشغل جرس الإشعارات لتصلهم فيديوهاتنا أولا بأول. ولا نبدأ الفيديو تاعنا على بركة الله. اول خيط راح نركبوه ان شاء الله هو خيط المكوك، اللي هو الخيط يجي هنا على السفلي اللي يدخل هنايا. راني ديجا مركبه واحد، راح نوريكم ان شاء الله كيفاش نركبو خيط المكوك. اول حاجه راح نديروها، راح نجيبو كبه خيط بهذا الشكل تاعها، راح نوضعوها في المكان المخصص ليها هنا بهذه الطريقه. هما كما قلت لكم من قبل عندي مكانين للوضع، كما قلت لكم عفوا في الفيديو السابق التعريفي بهذه الماكينه، كاين جوج اماكن لوضع الخيط، كاين هذا وكاين هذا هنا. يعني راح نركب هذيك العصا الصغيره تاعو ونركب هنا. راح ركبت هذا الخيط هنايا يعني باش نملا المكوك. راح نسحب الخيط بهذه الطريقه ونوضعه في هذا المكان الصغير هنايا يعني. نتاكد لازم بلي دخل او دخل. وقبل ما نسحب عفوا نسيت حاجه تري امبورطون، كيش الخيط يتجبد لي لازم الخيط هنايا ولا الكوبه ندير لها المغلق تاعها هذه باش ما يخرجناش الخيط. ندخلوه بهذه الطريقه عفوا، راح نحيه نتاكد بلي مش مديرونجي الخيط هكا. راح نركبو بسم الله. ها تركبت المغلق، دوكا الخيط راح يقعد مثبت هنا ما يحش يتحرك. طيب كيما قلت لكم راني درت الخيط في هذا المكان من الخلف، نسحبوه ومن بعد راح نحطو هنا في الاعلى هنايا بين هاد الاسطوانتين، هاد الزوج كيما راكم تشوفوا راه داخل، ونجبدو هنايا. هنا راح نجيب المكوك تاعي، ها هو المكوك تاعي. هذا المكوك جاني ديجا مع ماكينة الخياطة. كيفاش راح ندير؟ راح نجيب كيما راكم تشوفوا المكوك تاعي، راح نجيب الخيط هذايا وراح نوضع الخيط في احد المكان الثقبتين اللي كاينين في المكوك. كاين ثقبتين، كاين هاد اللي دوك نوريه لكم ان شاء الله، كاين ثقبتين، كاين هاد اللي راكم تشوفوا فيها كاين وحده مقابله ليها. المهم راح ندخلو في وحده فيهم بهذه الطريقه، وحده فيهم ان شاء الله تدخل. فوالا راهي دخلت هكا، نسحب شويه الخيط. هاهو دوكا الخيط يعني دخل في المكوك. دوكا راح نحطو في مكان وضع اللي هو هنا. راح نبقى حكم هاد الخيط باش ما يتنحليش، نحطو هنايا ندخلو في هاد المكان المكوك. كي ندخلو اولا كي ندخلو راح تكون الماكينه تاعنا الريكلاج تاعها على هاد المود الطرز كيما شعلها. غير نسحف ولا نطبع المكوك تاعي باش يتملى، هيدي لي ستوب باش يبدا يعمر المكوك. هنايا باش نملؤ المكوك راح نخيرو وحده من السرعات اللي كاينه، السرعه الدنيا ولا الوسطى ولا القصوى كيما بقينا. ولازم نعفسو على زر التشغيل الذاتي ولا البيدال اللي هو هذا باش يتملى المكوك. انا راح ندير السرعه الدنيا حسب كل واحد كيفاش يحب، وراح نشغل هذه التشغيل الذاتي. راح نعفسها وتشوفوا كيفاش راه بدا يتعمر. راه بدا يتعمر هنا عندنا الخيط، لازم نسحبوا هذا الخيط هكا باش ما باش يخليها تتعمر بيان. هاي بدات تتعمر كما راكم تشوفوا هنايا بهذه الطريقه. نحبوا نزيدوا في السرعه هنايا شويه، ها نزيد شويه تبدا تسرع، نزيد الماكسيموم تبدا تسرع. بعد هذا واش نسحق ما نسحقش بزاف، هذا كل واحد واش يسحق. ندير توقيت هنايا ستوب، وراح واش راح ندير هنايا دركا كي ملأت المكوك تاعي راح نقص الخيط بهذه الطريقه ونحي المكوك. هنا رانا وماشي نحيها عفوا بهذه الطريقه، لازم نجبدو نرجعو لمكانو بهذه الطريقه باش يتنحى لنا. كون جينا نحو من هذا المكان ممكن صح ماش حيتنح، غير نرجعو راح يرجع المود اللي كان اولا الاول راح يرجع. هذا بالنسبه لملء المكوك يعني ملأته. دركا راح نرجع لملء الخيط العلوي ولا الخيط اللي راح نخيطو به. في الاول وريت لكم باللي راح نفوتو الخيط في هذا المكان، هذا المكان راح يقعد هو هو. راح نحي الخيط من هنا،
هاد المكان راح يقعد الخيط داخل فيه، بصح الجهة الأخرى مش حنا نركبو هنا بين هاد الأسطوانتين، مي راح نفوتو لتحت هنايا. هاد المكان اللي راكم تشوفو فيه راح نفوتو من تحت، نفوتو هنا ومن بعد نهبط في هاد المكان. هاو مبين لي الخطوات، نهبط مع هنايا وندور هنايا كيما مبين لي الخطوات، ونعاود نطلع هنا. هنا الأسطوانة اللي راح تشبك لي الخيط ماهيش خارجة، راح نخرجها بهاد الطريقة. ندور هاد الأداة هنايا، راح ندورها معاكم. راح ندورها لو بدا يخرج، شوف هاعليك هادي لازم تدخل فيها الخيط. دونك راح نكمل كيما خليت الخيط هنايا، راح نطلعو وراح نحطو في هاد المكان، هاد الفتحة اللي كاينة هنايا راكم تشوفو فيها راهو دخل. نعاود نهبطو معاه هكا بهاد الطريقة، وكي نهبط كاع لتحت راح ندخلو في هاد المكان هنايا. ودركا راح نديرلو تركيب الأوتوماتيكي. كيفاش راح ندير تركيب أوتوماتيكي؟ راح نسحب الخيط تاعي هكا، نجربلكم الكاميرا باش تشوفو بيا. كاين واحد الأداة هنايا لي نركبو بيها الخيط، هادي راكم تشوفوها هنا، راح نهبطها بهاد الطريقة. نهبطها عفوا، محبش تهبطني شوية. راح نهبطها، ندخل الراس الصغير تاعها، راح ندخل راسو، راح ندخل الراس الصغير تاعها. اوكي راح نعاود نهبط، اوكي الراس الصغير تاعها راني دخلتو وسط الإبرة هنايا، اوتوماتيك ما راح يدخل. راح نسحب الخيط تاعي بهاد الطريقة، راح نحطو حنا ويلكم في هاد المكان هنايا. هنايا ونجبد، نحطو من هاد الطريقة، راح نجبد ودخلو ودخل جماعة حتى تشهدو لي ما عندي. راح نعاود الطريقة تاعي، نحطو في هاد المكان ونعاود نحطو من هاد الجهة، وفي كدة جيدة هكا. هو نورمالمون اوتوماتيكمون فاسيلمون يدخل، هاو هنا دخل سي بون. راح نجبدو من هاد الجهة هادي، راح نجبدو اوكي، راح نجبدو ونرجع الخيط تاعي للوراء. رجعتو للوراء، كيفاش رجعتو للوراء؟ راح نعاودلكم الطريقة. كي خرجنا الخيط راح نفوتو في وسط البيت بيش هنا، هنايا في وسطها، راح نرجع للوراء. هذا الخيط الغلوي عفوا، راح نوصل الآن نركبو الخيط المكوك في الأسفل. بالنسبه لخيط المكوك كما راكم تشوفوا، راني جبت الخيط تاعي ولا المكوك تاعي، وراح نخليت شويه من طرف من الخيط هكا خارج، راح نحطه في المكان تاعو المخصص اللي هو يعني فاصل، ما راح نديروه بجد سهل وسريع. وراح نتبع الخطوات، راح نفوت الخيط كما راكم تشوفوا هنا في الطرق المبينه فيه، راح نفوتو وراح يمشي يفوت حتى لهنا في هذا المكان الصغير. فوالا راح يرجع منه على الطريقة، حيدوط راح نحطو هنايا أوب تقطع. كي كملنا هاد العملية راح نغلقو هاد المكان المغلق اللي هو نسلمو. بهاد الطريقة رانا ركبنا المكوك. واش راح نديرو الآن باش يخرج لنا خيط المكوك؟ راح ندورو هاد الأداة اللي هنايا كيما قلتلكم، ندوروها راح تهبط للإبرة هنايا، راح تهبط وراح تسحب لنا الخيط، راهي سحباتو. نجبد فقط الخيط الاول هذا بحال هكا، نبدا نسحب، راح نبدا نسحب او ما خرجش مليح، راح نعاود الطريقه تاعي. اوكي هادو كيخرج، ها هو خرج لنا الخيط الثاني، نجبدو غير بالعقله هنايا. هاوليك خرج هنايا، هاوليك هاو خرج راكم تشوفو فيه هدو. وبهاد الطريقة نقدرو الآن نشغلو الماكينة تاعنا، نخيطو عليها ونديرو زيكزاك ولا يعني باستعمال هاد الأزرار السريعة، ولا نخيلو أي غرزة من هاد الغرز تاع الطرس اللي هما هنايا. إن شاء الله نكون أفدتكم بهذا الفيديو، وإن شاء الله تتمكنوا من تركيب الخيط في ماكينة الخياطة تاعكم الإلكترونية، هذه خاصة بالإلكترونية. راح ندير لكم فيديو آخر إن شاء الله ماكينة الخياطة الميكانيكية. وإذا عجبكم الفيديو ما تنساش ديروا بيج لايك، بيج 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 لايك، وما تنساش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر جرس الإشعارات الموجود أسفل الشاشة عفوا، باش توصلكم فيديوهاتي أولا بأول.
وان شاء الله في فيديوهات مقبله راح نعرفكم على اشياء اخرى في الماكينه اللي هو باغ اكزومبل البيد بيج ولا كيفاش نخدمه بها وكاع لي موتيف تاعها وكاع. والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات مقبله. الى اللقاء.